الجامعة شريكا في تحالف ثلاثي لإنشاء أول مصنع للسيارات في المملكة. عمداء الكليات التربوية بالجامعات السعودية يلتقون في رحاب الجامعة. اتفاقية لإنشاء أبراج إسكان للباحثين بوادي الرياض للتقنية. المخرجات النهائية للخطة الاستراتيجية ورشة عمل تنظمها وكالة الجامعة للمشاريع. الجامعة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة. ورشة عمل لبحث دور مراكز التعلم والتعليم في تطوير التعليم الجامعي. لقاء تعريفي لتوعية معيدي الجامعة بإجراءات الابتعاث. الآداب تحتضن لقاء شعريا ينظمه النادي الأدبي بالجامعة. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. بعد يومين من توقيع شركة وادي الرياض اتفاقية تعاون مشترك في مجال صناعة السيارات مع شركة ديجيم الكورية، انضمت شركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار مدروك إحدى شركات الشيخ محمد العامودي لتشكل شريكا ثالثا لاستكمال رأس مال شركة غزالي لتقنيات السيارات وقطع الغيار البالغ 500 مليون دولار. شهدت الجامعة توقيع اتفاقية التعاون بين الشركاء الثلاثة، وقع عن شركة وادي الرياض مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان، وعن شركة ديجيم الكورية رئيسها التنفيذي يونغ جون، وعن شركة مدروك عبد الله العامودي ممثلا للشيخ محمد العامودي. وبموجب الاتفاقية تمتلك شركة وادي الرياض 15% من رأس مال المشروع، فيما تبلغ نسبة شركة ديجيم الكورية 30% ونسبة شركة مدروك 55%. يعد المشروع إنجازا نوعيا في مجال صناعة السيارات وتحقيقا لرؤية الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة، ويتوقع أن يسهم في تحقيق موقع ريادي للمملكة في هذا المجال. توقيعنا اليوم هو استكمال إجراءات أو استكمال التوقيع النهائي على جمع رأس المال، وبحيث أن شركة وادي الرياض للتقنية تملك 15% والشركة الكورية تملك 30% ومجموعة شركات محمد بن حسين بن علي العمودي تملك 55%. وضعنا طبعا مادة أن في حالة رغبة الصناديق الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة أو صندوق مصلحة معاشات التقاعد أو صندوق التنمية الاجتماعية أو صندوق التعليم الجامعي، له الحق في حالة رغبته أن يستثمر بنسبة لا تزيد في مجموع النسب لهذه الصناديق لا تزيد عن 30%. من اليوم ستبدأ دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لتحديد كمية الإنتاج وغيرها من المتطلبات لهذا المشروع. المتوقع إن شاء الله إذا تذللت كل متطلبات هذا المشروع، لأن اليوم المتطلب الرئيسي رأس المال والشريك التقني والشريك المعرفي، وهذه الآن خطوة رئيسية مهمة جدا. تم التواصل مع المدن الصناعية وتم تخصيص أرض لا تقل عن 1,000,000 متر مربع هذا المصنع. ستكون هناك إجراءات أخرى، ولكني متأكد جدا أن هذه الإجراءات سوف تذلل لرغبة قوية جدا من لدى الحكومة السعودية في توطين وخلق مثل هذه الصناعات. من المتوقع بمشيئة الله حسب رأي الشركة الكورية أن ستكون أول سيارة خلال سنتين من اليوم بمشيئة الله. برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان، نظمت كلية التربية السبت الماضي الاجتماع التنسيقي الأول لعمداء الكليات التربوية بالجامعات السعودية. حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الرحمن البراك وعمداء وعميدات كليات التربية في الجامعات السعودية. هدف الاجتماع إلى توحيد الأهداف والغايات وتبادل الآراء والخبرات بين كليات التربية في المملكة لتطوير منظومة التعليم، بدءا بإعداد المعلم الجيد الذي يشكل المحور الأساسي في العملية التعليمية، مما يسهم في تحسين مخرجاتها ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة. يذكر أن الاجتماع يأتي دعما لخطط تطوير برامج التعليم العالي في المملكة،
كما يعكس سعي الجامعة نحو تحقيق الريادة العالمية في المجال المعرفي والأكاديمي، ويأتي إيمانا بأن ثروة الشعوب في القرن الحالي تأتي من عنصرين أساسيين هما جيل متعلم وأفكار إبداعية، وأن هذين العنصرين يجب استثمارهما على الوجه الأكمل. اليوم جامعة الملك سعود تسابق الزمن وتجتهد اجتهادات مبنية على أفضل التجارب العالمية أن تحدث فرق، لأنه دائما من يحدث الفرق الفرد لا شك أنه يلعب دور رئيسي في إحداث الفرق، ولكن المؤسسات الناضجة المؤسسات المرموقة بوزن جامعة الملك سعود أو بوزن الجامعات التي تنتمون لها يجب أن تصنع الفرق. اليوم إذا أردنا أن نردم الفجوة بين الثروة والفقر ليس أمامنا إلا خيار واحد، أن نحول بلدنا من بلد مستهلك للمعرفة إلى بلد منتج ومصدر للمعرفة، ولا يمكن أن نحقق هذا الهدف ونحن ليست عندنا كليات تربية يشار إليها بالبنان. وقعت الجامعة صباح الاثنين الماضي اتفاقية إنشاء أبراج إسكان الباحثين في وادي الرياض للتقنية. وقع الاتفاقية معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة، ومثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن سعد الراشد. تبلغ مساحة المشروع 36,752 مترا مربعا، ويضم 300 وحدة سكنية ستخصص للباحثين المتميزين، ويعد نموذجا متميزا في البناء الحديث، يوفر مسكنا ويراعي شروط الراحة والمعيشة الهادئة، ويحقق البيئة المناسبة للإبداع، ويهدف إلى جذب الباحثين واستقطابهم للمساهمة في إيجاد حراك علمي وبحثي متميز يدعم المعرفة ويحفز على الابتكار والإبداع في مشروع وادي الرياض للتقنية. رعى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان ورشة عمل بعنوان المخرجات النهائية للخطة الاستراتيجية لوكالة الجامعة للمشاريع بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة. قدم خلالها الدكتور مساعد مسيند وكيل الجامعة للمشاريع شرحا عن الخطة الاستراتيجية للوكالة وأهدافها. بحثت الورشة المخرجات النهائية للخطة ومشروع المعمارية المؤسسية وبطاقة الأداء المتوازن، وهدفت إلى تحسين مضامين الإدارة الاستراتيجية من خلال خطة للوكالة تتوافق مع استراتيجية الجامعة، وبناء بطاقات الأداء للإدارات المختلفة، ومتابعة تحسين الأداء المستمر من أجل تطوير بيئة العمل الداخلية وتحسين كفاءة العاملين لتحقيق متطلبات الجامعة في التقويم والاعتماد الأكاديمي. يأتي عقد هذه الورشة في إطار رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية لتبوء مراكز متقدمة محليا وعالميا. نيابة عن معالي مدير الجامعة، رعى وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الرويس احتفال الجامعة باليوم العالمي للإعاقة، والذي نظمه مركز الاحتياجات الخاصة للبنات وقسم التربية الخاصة بكلية التربية بالجامعة. تضمنت الفعاليات كلمة لرئيس قسم التربية الخاصة الدكتور علي الهوساوي، وكلمة للمشرفة على مركز خدمات الاحتياجات الخاصة الدكتورة سحر الخشرمي. وقدمت الطالبة روان الفرحان مشاركة استخدمت فيها أحدث جهاز تواصل بالعالم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهاز توبي الذي يمكن من خلاله القراءة والتواصل وإصدار الأوامر والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي من خلال العين. وألقى وكيل الجامعة كلمة استعرض بها جهود الجامعة في دعم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما شهد الاحتفال تكريم الناشطين والداعمين في هذا المجال. وتضمن الاحتفال حلقة نقاش بعنوان الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة المتعددة في التعليم العالي، شارك فيها عدد من الأكاديميين المهتمين بالتربية الخاصة. كما صاحب الاحتفال معرضا تعريفيا اشتمل على استعراض الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات التعامل معهم. يأتي تنظيم هذا الاحتفال انطلاقا من مسؤولية الجامعة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم أفضل الخدمات لهم. نظم مركز التعلم والتعليم في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الاثنين الماضي ورشة عمل بعنوان دور مراكز التعلم والتعليم في تطوير التعليم الجامعي. افتتح الورشة
الدكتور عبد الله السلمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وخلال 4 جلسات ناقشت الورشة دور مراكز التعلم والتعليم في تطوير الخطط والبرامج الدراسية، واستعرضت تجارب جامعة أوكلاند النيوزيلندية وجامعة هارفارد وولاية فلوريدا الأمريكيتين وتجربة مركز التطوير الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز. حضر في الورشة خبراء أكاديميون من داخل المملكة وخارجها، منهم الدكتور أحمد بن ناصر الكناني وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور ليورين ستيفاني مديرة مركز التطوير الأكاديمي في جامعة أوكلاند، والدكتور مارلون كوزميك مساعد مدير مركز ديريك للتعليم والتعلم في جامعة هارفارد، والدكتور جوزيف كلارك مدير البرامج في مركز التعلم والتعليم في جامعة ولاية فلوريدا. هدفت الورشة إلى تطوير المجال الأكاديمي في المملكة وتحقيق ريادة فيه من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الجامعات العالمية. طبعا الجامعة خططت لنفسها خطة استراتيجية واضحة المعالم، رؤيتها ريادة عالمية لتحقيق مجتمع المعرفة. جاء دور المركز التميز للتعلم والتعليم في الجامعة لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعلم والتعليم. من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتعلم والتعليم اللي ينفذها ويشرف عليها المركز هي تحويل التعليم في الجامعة من تعليم تلقيني إلى تعلم تفاعلي بالتشويق، ويكون المحور العملية التعليمية هو الطالب، هو محور التمركز لجميع العمليات التعليمية، بحيث ننقل الطالب إلى طالب متفاعل مع جميع أنشطة الجامعة الأكاديمية وغير الأكاديمية. الهدف الثاني أيضا توفير البيئة التعليمية الجاذبة للطالب، وأيضا توفير الأستاذ أيضا المتميز الذي يحول العملية التعليمية إلى عملية تفاعلية، وأيضا إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بعملية التعلم والتعليم وتحسين العملية التعليمية وعمل البحوث التتبعية لبحث أثر العملية التعلمية على الطالب وتطويرها للطالب والأستاذ. نظمت وحدة مساندة المعيدين والمحاضرين في الجامعة لقاء تعريفيا بعنوان تعميق وعي معيدي الجامعة ومحاضريها بإجراءات الابتعاث. رعى اللقاء الدكتور إبراهيم الحركان المشرف على الوحدة، وقدمه الدكتور رائد العقيل، وأجاب على استفسارات الحاضرين أستاذ فيصل الحربي مدير إدارة الموارد البشرية بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الذي قدم شرحا وافيا عن التسلسل الإجرائي للابتعاث، واستعرض حلولا لأهم المشكلات التي تواجه المعيدين والمحاضرين. هدف اللقاء إلى تحفيز ودعم المعيدين للحصول على القبول والابتعاث إلى أرقى الجامعات العالمية، ومساندتهم لرفع مهاراتهم اللغوية المطلوبة من قبل تلك الجامعات. يأتي هذا اللقاء إيمانا من الجامعة بأن الاستثمار في العنصر البشري يعد أساسا لبناء كوادر علمية تحمل راية العلم والتقدم لتحقيق رؤية الجامعة نحو الريادة العالمية. احتضنت كلية الآداب لقاء شعريا نظمه النادي الأدبي بالجامعة بمشاركة النادي الأدبي بالرياض. افتتح اللقاء الدكتور صالح الغامدي رئيس قسم اللغات العربية المشرف العام على النادي، والأستاذ الدكتور عبد الله الوشمي رئيس النادي الأدبي بالرياض. وشارك فيه الشاعر هيثم السيد والشاعر سلطان مهيوب والشاعر أحمد لوهيب، كما شاركت من فرع البنات بعليش الشاعرتين هيفاء الحمدان وآسيا العماري. شهد اللقاء حضورا وتفاعلا كبيرين من قبل المهتمين بالأدب والشعر. أهواك فاكتب في وريقات الهوى، فلربما يهتز غصن بالحياة مبشرة، ولربما تنفض سامرة الأسى، ولربما. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية تقريرنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.